حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن حجم الموازنة ارتفع إلى 207 تريليونات دينار، موضحة أسباب تأخر وصول جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. وأكدت اللجنة أن التأخير وقع لدى مكتب رئيس الوزراء أو من قبل مكتب هيئة المستشارين، موضحة أن وزارة المالية والتخطيط قد أنهت عملها بخصوص جداول الموازنة، حيث كان يفترض أن ترسل التعديلات قبل نهاية العام الماضي. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي نحو 800 مليون دولار، وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد، باع أكثر من 783 مليون دولار بمعدل يومي بلغ نحو 196 مليون دولار. وأضاف البنك أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، حيث بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للنفقات الإلكترونية 2305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير للدولار الواحد. قال موقع أويل ريبورت إن العراق فعل آلية جديدة لتسديد المدفوعات لإيران مقابل واردات الغاز في محاولة لتسوية ديونه لطهران. وأضاف الموقع المعني بشؤون النفط أن إيران سترشح شركات محددة لتحميل المنتجات النفطية من مصافي العراق على أن يدفع المشترون لطهران بدلاً من بغداد، ويتم خصم المبالغ من ديون العراق لإيران، وهو ما اعتبره مراقبون تحايلاً على العقوبات المفروضة على إيران. قال خبراء في مجال النفط إن انسحاب 5 شركات عالمية من حقول البصرة النفطية والانسحابات المماثلة في محافظة أخرى يعود للأوضاع الأمنية. وأضاف الخبراء أن البيئة العراقية تعد طاردة للاستثمار، سواء كان الاستثمار أجنبياً أو محلياً، حيث لا تتوافر متطلبات وشروط للاستثمار من بيئة آمنة وأمن منضبط في منطقة الاستثمار لكي يكون هنالك فرص لنجاح هذا الاستثمار. سجلت أسعار الأسماك في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر رمضان المبارك لتصل إلى الضعف، بعد أن بلغ سعر كيلو السمك الواحد 8000 دينار. وعز أصحاب المحال ارتفاع الأسعار إلى غلاء الأعلى في الحيوانية، إلى جانب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض خلال شهر رمضان. يأتي ذلك في وقت أكد فيه خبراء اقتصاديون تفاقم أزمة الغلاء بفعل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.